عايزاه شريك حياتي ان هو يكون متدين بطبعه يعني، ويكون عارف ربنا ويراعي ربنا فيا، دي اول حاجه. وان هو يكون مؤدب يعني ومحترم ويحبني لشخصي كده يعني. مواصفات شريك حياتي ان هو يراعي ربنا فيا، انسان عارف زينه، بيراعي ربنا في اهله كويس قوي، شايف شغله، هيهتم بيا، هيهتم ببيته، هيهتم باولاده، مش هيكون سلبي، لازم أن يكون ايجابي طموح. بس اهم حاجه ان هو يكون انسان بيخاف ربنا، هو لو بيخاف ربنا خلاص بقى اي حاجه تانية بعد كده هتبقى موجوده عنده، هيبقى انسان محترم، هيبقى بيعرف ازاي يتعامل مع البنت اللي معاه، هيخاف عليا، هيحترمني، هيحبني. بس هي دي يعني المواصفات اللي انا شايفاها يكون موجوده فيه، يعني اهم حاجه انه يكون بيخاف ربنا، ان هو يكون انسان طموح، ويكون يعني ما يكونش يعني فلول ما يكونش ان هو سطحي، وما يكونش ان هو يعني ملوش افكار زي العامة، يكون مختلف ويكون طموح جدا يعني. عايزة يكون طيب حنون، يعودني عن الاب، زي ما انا هسيب بيت بابايا وهروح لبيت شريكي، فلازم هو يعودني عن حنان الاب والاسرة وكده، ان هو يخليني انا اقدر احبه بس مش اكتر من كده. طبعا يكون متدين الاول ويقدر يشيل مسؤولية، ويبقى عارف يعني ايه معنى كلمة جواز، يعني يفتح بيت ازاي. اهم حاجة اللي هو يكون محترم ومتدين، يحافظ عليا ويتقي ربنا فيا، بس دي اهم حاجة، اللي هو يتقي ربنا فيا ويخاف عليا ويبقى فيه ثقة متبادلة بيني وبينه. بس